هلا لانه طرأ هذا الموضوع. وزير الصحه بدنا ننتقل له لوزير الصحه في مؤتمر صحفي بعد انتهاء اجتماع اللجنه العلميه. صحه عامه برفع الجهوزيه واللي هلا رح نفرجيها انه نحن كيف ماشيين بالتطور ميدانيا برفع الجهوزيه بالمستشفيات الحكوميه. كمان بنكون عم نخفف اهم هدف تخفيف عدد الاصابات، وبالتالي اكيد بنكون عم نفتح مجال للرعايه الصحيه اوليه وبالوقت المناسب، لانه تسجل عنا للاسف بعض حالات الوفاه لبعض المصابين بالمنازل، وهي بدها اجراءات تدخل سريعه. وكمان بدي اعرض التطور اللي صار مع المستشفيات الخاصه بالموافقه على كافه البنود من خلال الاتفاق اللي صار مع المدير العام ورئيس مصلحة المستشفيات بالوزارة والعناية الطبية. وافقنا على الشروط اللي هن حطوها المادية طمعا بمشاركتهم الحيثية والمسؤولة بافتتاح أقسام لمرضى كورونا، وخاصة للمضمونين على كافة الجهات والصناديق الضامنة الرسمية، وخاصة بحكي باسم وزارة الصحة العامة. هون بيلفت إلى نقطتين مهمين. نحن اليوم تحولت أول دفعة من الدائرة المالية بوزارة الصحة العامة أستاذ نعمان، تحولت اليوم لوزارة المالية أول دفعة من مستشفيات اللي رح تقبض مستحقاتها لعام 2020. وهون في يقول انه مستشفيات رح تحصل حقوقها لست اشهر او لثمان اشهر او تسعة اشهر حسب الفواتير المرفوعه. اثنين، هون قيمه اللي تحولوا تقريبا على وزاره الماليه هن 250 مليار ليره عن مستحقات 2020 لوزاره الصحه العامه. وبنفس الوقت أنجزت ملفات ما يقارب بالقيمة النقدية 300 مليار ليرة، هو لتجاوز الأسقف، يعني عقود المصالحات من عام 2000 إلى عام 2019. وكمان هذا بعتقد إنجاز تاريخي لوزارة الصحة العامة بتسديد هالمستحقات للمستشفيات. وثالثا الاتفاق اللي عقد بالسراي الحكومي برئاسة دولة الرئيس حسان دياب مع الورد بانك ورست المناقصة على شركة تي بي اي اللي حتبلش شغلها خلال 3 أسابيع، تدقق بفواتير مرضى كوفيد اللي عم بيفوتوا على حساب وزارة الصحة العامة ويصار إلى الدفع لهالمستشفيات مثل ما قلنا وفق الاتفاقية اللي أبرمت مع نقابة المستشفيات وخلال شهر من تاريخ تقديم الفواتير. أكيد هون في لجنة تشكلت، لجنة علمية ميدانية لحتواكب الحالات المدخلة وفق المعايير اللي انحطت من خلال اللجنة. شو الحالات، كيف بتتشخص الحالات، ومين الحالات اللي لازم تفوت على المستشفيات وما إلى ذلك. وكمان لمراقبة جودة الخدمات الطبية اللي عم تتقدم خاصة بالمحافظات خارج بيروت. في برنامج أبرم الاتفاق مع الـ WHO برعاية الـ WHO بين المستشفيات الجامعية والمستشفيات الحكومية. وبنفس الوقت رح يكون عندنا متابعة على مستوى الخدمات والتقديمات بالمستشفيات الخاصة بالمحافظات، كله لرفع مش بس الجهوزية، رفع مستوى تقديم الخدمات. رح انتقل للأرقام سريعا مع الأستاذ هشام فواز لنقولنا عن الجهوزية شو حققنا نحن برفع عدد الأسرة. ومثل ما أشاروا الأطباء من المواكبيننا على ضرورة كمان توظيف الكفاءات العلمية والكفاءات الطبية من أطباء وممرضين ولوجستيين، كمان ضمن القرارات الصادرة والنافذة لتأمين الستاف المؤهل لخدمة مرضى كوفيد. فإذا أولا مع رفع الجهوزية شو تحقق خلال هذه
الست ايام او الاسبوع، وشو منتظرين الاسبوع القادم والاربع اسابيع القادمه؟ تفضل. بدينا هيك. الأسبوع الأول من اللوكداون كانت وزارة الصحة التزمت بأول أسبوعين بإضافة 56 سرير عناية فائقة إضافية. ببعثة الحكومة تم إضافة 18 سرير تم افتتاحهم نهار الجمعة الفائت. بمستشفى الشهيد رفيق الحريري سيتم افتتاح غدا معالي الوزير الساعة 11 بكرة صباحا. رح يفتتح 10 أسرة عناية فائقة للكبار، 5 حديثي الولادة بالإضافة لغرفة عمليات وغرفة ولادة. مستشفى بنت جبال سيتم افتتاح غدا 9 أسرة عناية فائقة. بمستشفى المنيا 6 أسرة عناية فائقة. بمستشفى جزين نهار الاثنين إن شاء الله رح يتم افتتاح 5 أسرة عناية فائقة إضافية. بصير المجموعة 53 سرير بالأسبوع الأول. بالأسبوع الثاني يعني الأسبوع المقبل إن شاء الله في 11 سرير اللي هو المخصص للسجن بظهر الباشق. في مستشفى سبلين 6 بصير المجموعة 17. يعني وزارة الصحة بيكون خلال من ضمنهم السجن طبعا بيكون خلال أسبوعين جهزت 70، مع أنه كان بالنسبة 56 على جهازنا أسرة فوق الالتزام. بالأسبوعين الأخيرين إن شاء الله يعني من آخر الشهر رح يتجهز 8 أسرة مستشفى أنا، 4 مستشفى رشيا، 7 مستشفى حاصبية، 7 مستشفى بعبدة، 8 مستشفى ظهر الباشق، 6 بالبوار، 4 بحلبة. مستشفى تبنين بدأت الأعمال والإدارة التزمت أنه تنهي الأعمال خلال 3 أسابيع. بيكون مجموع الأسرة هو 44 سرير إذا ما احتسبنا مستشفى تبنين، بينما إذا أنهت تبنين أعمالها بيكون مجموع 57. شكرا. أوكي شكرا. فإذا نحن بالنسبة لرفع الجهوزية، تفضل دكتور أنا. بالنسبة لرفع الجهوزية خلال أسبوعين رح يكون عندنا 57، خلال 4 أسابيع رح يكون عندنا 102، وعندنا 142 بيكون صار عندنا 252. بدي بس أقول عفوا 256. بدي بس أقول هون إنه كمان بنفس الوقت خلال هالأسبوع المنصرم صار إضافة تقريبا شو 80 سرير بالمستشفيات الخاصة. يعني هلأ عنا 256 سرير لح يكونوا جاهزين بالمستشفيات الحكومية، وهي لهلأ هي القدرة القصوى اللي ممكن يتأمن. وعنا لهلأ كمان 252 سرير بالمستشفيات الخاصة خلال أسبوعين. يعني هيد بيكون تقدم ملحوظ برفع عدد الأسرة العناية الفائقة المخصصة لمرضى كوفيد، ما عم تدق بالاي سي يو بيدز للمرضى العاديين. بالنسبة للمعطيات العلمية والإحصائية اللي صارت معنا، في يقول بعد معطيات ملموسة أو تحسن ملموس بخفض عدد الإصابات أو نسبة الحدوث أو نسبة الوفيات بعد ما تحقق. وطبيعي لهلأ حتى ما نوهن ونضعف المعنويات، خاصة أنه عم نطلب المواطنين الكرام يكون عندنا شجاعة الصبر. بدنا شجاعة الصبر هالفترة والالتزام تكون هي طاغية على قراراتنا. وهلأ مع الدكتورة ندى تعطينا آخر معطيات. أولاً في موقف النسبة الإيجابية لفترة البكاءات هي بعد 15% لهذا الأسبوع. كنا عاملين لبنان فوق 1,400,000 فحص بالسعر بلبنان، بس كانت النسبة 12%. كانت السابق 12%. من دواعي الإقفال أنه كانت نسبة الإيجابية بفحوصات البي سي آر بحدود 12%، بآخر أسبوعين قبل الإقفال وصلت لحد 14 أو 15%. فيما خاص عدد الحالات حسب الأسابيع الحالات المبلغ عنها والمثبتة بالاستفتاء، فنحن بعدنا بأوج الموجة الكوفيد لبنان مع تسجيل حوالي 1,600 حالة تقريبا معدل يومي بآخر أسبوعين، ومع تسجيل معدل أسبوع 11,000 حالة أسبوعيا. أما عدد التراكمي فهو 110,000 حالة لتاريخ أمس. أما الوفيات بعدنا عم بيزيدوا، عدد التراكم 852 مع معدل أسبوعي 87 حالة وفاة أسبوعيا. أما المعدل اليومي 13 حالة وفاة يوميا، وهون بتسجيل حالات وفاة في المنزل، وهدول اللي احنا عاملين تفصيل خاص لنعرف أسباب الوفاة في المنزل وعدم الذهاب إلى المستشفى.
فيما خص توزيع الحالات، نحن عندنا 29% حالات ما عندها عوارض مرضية، 66% عندها عوارض مرضية ولكن خفيفة لم تستدعي دخول المستشفى، وعندنا 4.4% تم دخول المستشفى كسرير عادي، 0.6% تم دخول عناية فائقة. أما نسبة الإماتة من عدد الحالات كم واحد توفى هي بالإجمالي 0.7% يعني 7 بالألف، وهذه النسبة عالية عند الأشخاص اللي عمرهم 60 وما فوق. أما شغور السرة استعمال السرة في المستشفيات بلبنان، عنا المعدل اليوم لآخر أسبوعين من 128 سرير مستعملة لمريض الكوفيد، منها 526 كسرير عادي. أما للحالات العناية الفائقة فالمعدل اليومي 302 حالة كوفيد بسرة العناية الفائقة، ومنها 134 تحت الجهاز التنفسي. إذا نقارن حالنا مع غير بلدان حسب المقارنات على منصة الـACDC، لبنان من الأحسن من قارنا لبنان مع دول اللي عندها حالات كثيرة، يعني الأكثر حالات الأقل حالات، نحن لمرتبة 32، وكبلد عربي اللي سبقنا بهذا الموضوع هو الأردن لمرتبة 26. فنحن بلبنان عندنا 431 حالة بالـ100 ألف لآخر أسبوعين، وإذا شفنا البلدان اللي قبل مين سبقنا بهذه الأرقام هي دول أوروبية خاصة، وهنا عم نحكي من الأكثر إلى الأقل. أما فيما خص نسبة الوفيات اللي هي على 100 ألف نسمة، فنحن بلبنان إذا قارنا نحن مع غير بلدان من الأكثر إلى الأقل بمرتبة 44 بالمرتبة 44 مع نسبة وفاة 3.3 بالـ100 ألف. قبل منا كدول عربية عنا نحن الأردن وتونس اللي سابقين بهذا الرقم فيما خص شدة المرض وحدوث وفاة. إذا قارنا فكرة البلدان من هنا قبل، في عنا دول أوروبية ودول أمريكية. اوكي، شكرا دكتور علي. يعني بالخلاصه في يقول اذا عم ناخذ نسبه الوفيات لاخر 14 يوم، اكيد بتمنى السلامه لكل الشعوب وخاصه لاخواننا بالبلدان العربيه، وهد فينا نحن كمان نشتغل سوا انه هذا الرقم انخفضه عبر التزامنا بعدم نقل العدوى إلى منازلنا، لأنه واضح أعلى نسبة وفيات هي بعمر فوق 60 سنة، يعني اللي عم بينزلوا يخالطوا عم بينقلوا العدوى لكبارنا بالبيوت، وهن عم بيشكلوا هذا الأذى أو هاي نسبة وفيات اللي لازم تنزل. بس هون بيسوى شير، ما بدي طمن، بس بيسوى شير لنقطة مهمة، انه بعض الحالات الوفيات اللي صارت بعمر الشباب هي حالات خاصة. ميوت. مش الفن. عملت لي القلي او ميوت. لينا، وين لينا؟ مش الحال، مش الحال. أوكي. فإذن بنسبة الوفيات نحن مقبولة عنا، ولكن منقدر نحن سوا نرجع كمان نخففها بعد ونطلع للخمسين وخمسة وخمسين، يعني يكون أقل نسبة. ونسبة الحدوث نتأمل أنه نحن من رقم 32 بنهاية الأسبوعين اللوكداون وبعدهم، أهم شيء مثل ما أصرت وأوصت اللجنة العلمية بالخروج الآمن من الأسبوعين. كل الـ WHO دكتورة إيمان أوصوا بست أسابيع إقفال، أو بالحد الأدنى 4 أسابيع، لازم يكون 2 cycles. بس نحن نظرا للظروف اللي كلنا بنعرفها، المعيشية، الحياتية، الاقتصادية، المالية، السياسية، ما بنقدر نحمل 4 أسابيع رغم توصية اللجنة العلمية. أوصينا بأسبوعين، ولكن شرط أن يكون عندنا خروج آمن خلال الأسبوعين المقبلين، لأنه هاي فرصتنا بعتقد هي الأخيرة المتاحة قبل ما تنتهي فترة اللوكداون اللي باقي منا 10 أيام. بتشكر برجع الجميع، كل اللي شاركونا بالمؤتمر الصحفي وبالنقاشات،
وبتمنى السلامة للجميع على أن الأسبوع المقبل بمثل هالوقت نهار الخميس الساعة 2 إن شاء الله مؤتمر صحفي بيكون مع تحقيق ما نطمح ونصبو إليه جميعا. شكرا.